لا دول اثناء العمل ما ينفعش. تحلم انت امال وانا عايز اعيش. ممنوع معلش تعالى ما تصور. مش فاضي احلم ولا حد يحلم حاجه في وسط؟ محدش يحلم حاجه في وسط. يبقى لحد يحلم فيها. بتحلمي بايه؟ اسمها احلام مش هتحقق. بنسال على الحلم بتاع مصر. نتمنى هو المصر سيبونا في حال الحكومه. طمنا ان الشعب ما يخالفش. ايوه اشتغل انت ازاي بقى يا ملتزم؟ استاذ حضرتك 50 جنيه مش اهلا وسهلا بحضراتكم. الجميلة التي أبهرت إبراهيم عيسى ساندرا نشأت صح؟ زمان يعني ده العنوان اللي كتبه إبراهيم عيسى زمان قوي قوي. ساندرا الجميلة التي أبهرتني في فيلم التسجيلي، كان فيلم تسجيلي اسمه شتاء حاجة زي آخر شتاء. آخر شتاء فيلم رائع رائع. وبعدين بقى يعني أكرمني السيد إبراهيم عيسى بأن أنا تعرفت على ساندرا وبقينا أصدقاء من مش هنقول من كم سنة، من حوالي 3-4 سنين كده. اهلا بك يا ساندرا. اهلا وسهلا. مبروك الجواز. ميرسي يا محمود ميرسي. انت اول واحد تبارك لي اصلا كنت يعني انت اصدقائك كتير ومعارفك كتير وناس بتحبك كتير وبتقدرك كتير، بس كان اول حد يعني يبارك لي على الهوا واتكلم معاه وما كلمتش بعدها. لا مبروك لماجد وربنا يوفقكم ان شاء الله تجيبوا لنا ذريه جميله كده وان شاء الله وتسعدونا. ماجد رجل اعمال مهم وراجل جميل حسب ما بسمع عن الحياه، لم اشرف بيه لكن نتمنى لك كل التوفيق والسعاده. راجل عمل طيب وابن بلد وجدع. طيب انت يا صندوقه يعني. بلاش صندوقه بقى احنا بنتكلم في الهوا دلوقتي. يعني خدتي قرار الجواز اخيرا؟ اتاخرتي شويه. احنا بنتكلم في السينما والفن، دخلت لي جواز على طول قلنا مش هنتكلم في الفن. لا مش الجواز ده، يعني عشان ممكن الناس تتصور ان مثلا واحده تتاخر شويه في الجواز سنه مثلا، ده غلط ولا صح؟ ولا انت رايك ايه بعد ما بعد تجربتك دي؟ بعد تجربتي اتمنى كل واحده تتاخر. والله بتبقي مختلفه يا ساندرا، يعني انت النهارده مختلفه عن معرفتك من سنين. يعني ما اعتقدش في حاجه اختلفت غير يعني انه يبقى مستوى اكيد الواحد طبعا خبره اكتر انضج، بيبقى عارف عايز يختار ايه وعايز ايه بالظبط. ممكن يبقى ده، بس اظن الحب والعلاقات والجواز ما فيهوش قاعده. ملوش قاعدة. انا كنت زمان يمكن اما اظهر يعني عايزة قاعدة وعايزة يبقى كذا، مفيش حاجة اسمها كده. كنت دقيقة جدا في اختياراتك ما زلت يعني، ما بس ما كانش يعجبك العجب ولا الصيام في رجل. ولسه والله يا محمود لسه. ولسه فبالتالي هي نصيب طبعا وزي ما بنقول، بس كفاية ان نكبل الناس اللي هو دايما بيشوفوا الجواز عامل زي الموت. زي الموت. و هتتجوز امتى؟ هتخلف امتى؟ يا رب تجوز عيالك كانه فاهم بقى زي كده بقى، هو ده شاغل الناس. مش ده جه ما جاش، يعني كل واحد مش واختياره يعني. ليه بقى ليه كانه اجبار؟ ليه مش اختيار؟ يعني هو ده اللي نفسي شويه الشعوب تفكر فيه كده. مش بقول انه ده يا ريت وحاجه لطيفه لو حد وقع في اللي هو عايزه من يبقى اول كويس. يبقى رائع. بس مش انه لازم، ومش انه يلا اتجوزي فلان ويلا ان شاء الله اتطلقي بس اتجوزي، يلا هاتي عيل وبعدين. يعني ده النغمه اللي الناس دايما شايفه انه ده اللي بينصحوا بيه الناس، وانا شايفه انها كارثه. يعني كويس جدا، انت شايفه ان الواحد يستنى الجواز لما يجي اهلا وسهلا بس باختياره. يعني عايزين نتجوز مش عايز على انه الواحد يعمل لسه نفسي في ده. يعني خلوا الناس تبقى كده بتفكر في حاجات تانية وبعدين ده جه ما جاش، او لو هي عايزاه بالطريقه دي ماشي. بس لو حد مش عايز ده بالطريقه دي مش لازم، فاهم؟ بس انت عارفه ان انت في مجتمع انت يعني انا كان رايي فيكي من زمان ان انت تبدي يعني تبدو ان اللي يشوفك من اول مره كده يقول عليكي خواجايه، لكن انا قلت عليكي قبل كده انك انت كانك من شبرا، من العباسيه، من باب الخلق، من طنطا، من دمنهور، من وعارفه ان البنت المصريه للاسف ملهاش قوي هذا الخيار. يا حرام، عشان شايفه ان هو ده نجاح او هو ده بس اللي هتنجح فيه، فاهم؟ مش شرط. انا ما بقولش لازم تبقى عندها مهنه رهيبه، بس تعمل حاجه تانية للمجتمع. ما يمكن هي عندها موهبه، يمكن عندها حاجه تقدر تفيد بيها. طب دي غلطتنا يا ساندرا ولا غلطه المجتمع؟ عارف يا محمود ولا ايه نفسي اتكلم؟ غلطه الرب البنت قبلها. غلطتنا احنا طبعا، احنا المسؤولين كمجتمع في حته. لو تاخد بالك كده يعني شغلاني اول يومين دول، لما تسال ولاد عندها مثلا من 16 17 لحد حاجه و20 تقول له نفسك تطلع تبقى ايه؟ يقول لك معرفش. مش عارف، انا لسه بشتغل، مش عارف في كليه تجاره او رايح الجامعه الامريكيه. وبعدين طب نفسك شايف نفسك ايه كمان 5 سنين؟ هو مش شايف. انا دي عامله لي شويه اكتئاب. يعني الناس شويه مش عارفه تفكر انه
عندك جيل طالع حتى لو ابن واحد غني او ابن واحد فقير هي نفس الفكره. هو مش شايف هو عايز يطلع ايه. احنا ربنا بيحبنا. يمكن انت كنت شايف انك عايز تحقق حاجه في الاعلام، شايف نفسك في حته معينه، وانا كنت شايفه نفسي ان انا عايز اعمل سينما، عايز اعمل حاجه او بحب الشغلانه دي. نعمه كبيره جدا، بس مش عايزه الناس تبقى شايفه بس عايزه اطلع دكتور ومهندس و كم الكليشيهات دي، الكليشيهات اللي هو يمكن مش عارف يعني ايه دكتور يعني وعندنا 500 الف دكتور ومهندس لا هو نفسه اللي بيحلم بدكتور مش عارف يعني ايه دكتور، يعني يمكن مهنه ما تناسبوش. لكن يعني هي دي بقى شايف البرستيج او دي الشياكه. بس انا محتاجه حاجات كتيره قوي، انا محتاجه وظايف كتيره قوي، محتاجه مزارع، محتاجه سباك، محتاجه مهن اقدر ابقى فيها نمبر 1 فيها وابقى فيها حاجه، محتاجه مقاول، محتاجه فاهم. ما عندناش تربيه الناس على مهن اخرى. ده خطا في التعليم مش كده ولا ايه؟ فادح لانه بقى يلا عشان تشتغل وتنجح تبقى دكتور ومهندس وطيار. كم مهنه كده، خمس مهن هم اللي فاكرينهم هم دول، مع ان انا ممكن ابقى في مهنه محدش عارف فيها حاجه واطلعها وابقى بيها يعني ابقى حاجه جامده جدا. فنفسي في ده شويه. الجواز يا ستي هيجي وهو موجود، ايه بقى تاني؟ انا بعمل ايه؟ يعني بس هتجوز واخلف واجيب، هيبقوا ايه العيال دول طيب؟ هي دي الفكره، انه هيبقوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ طيب ده مجتمع فيه مسؤولين عنه سلطة تنفيذية ومفكرين ونخبة انتم من النخبة لان كنتم انا مش من النخبة. لا معلش، انتم من النخبة ليه بقى؟ لان كنتم مبدعين بتاخدوا هذه الافكار وتقدموها لنا على الشاشة، صح، وتؤثر فينا تأثير قوي جدا يعني للشاشة. القاعات المظلمة سحر خاص، السينما طبيعي والتلفزيون ببرامجه بحاجات، فانت مسؤولة عن هذا التطور. يعني هتقدري تقدمي حاجة ولا الظروف العامة الخاصة بصناعة الفن في مصر مش مدية الفنانين فرصة حقيقية انه يقدموا ده؟ معاك حق، عشان كده عملت يمكن الفيلمين التسجيلين اللي هم مش عزيز على قلبي، بحس انه احلى حاجة عملتها في حياتي. يا سلام. في حياتي، لاني ممكن كنت دايما بسلي الناس وبعمل حاجات لطيفة بس، وطبعا السينما نفسها انك تسلي الناس وتعمل فيلم كوميدي او اكشن او لذيذ ويبهج الناس ويسليها، ده حاجة رائعة. بس انك تمس الناس وتأثر في حاجة وتأثر في خريطة، حاجة رهيبة. طبعا مش موافق يعني، انا رأيي لا 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 عملت حاجة مهمة يعني جدا، ومش بقول مش بنكرها، بس دول ليهم وضع خاص عندي، ليهم وضع ان انا بقيت اتحطيت في حتة انه ممكن مصري في الشارع يقابلك يقولك انت اللي طالعة بتسألي الناس، كأنك حسيت بالناس وانت كنت بتسليهم ومعاهم، بس كأنك حسيت بيهم قوي، فدي متعة رهيبة. فطبعا الفن لازم ان انت لو حسيت بيهم تعمل حاجة. يعني انا كل واحد يختار، كل سينمائي كل طبعًا فنان طبعا انتوا احرار في اختياراتكم. في نوع فن يخليك بوريك الواقع فتتألم فيمكن تغير، وفي نوع فن يبهجك وبس، وفي نوع نفسي طبعا في الفن اللي هو اكني معاك وببهجك بس عايزه اديك طاقه انك تبقى طالع من دور العرض من الفيلم عايز تعمل حاجه. وده قليل قوي انك تلاقي الموضوع من غير مباشره ومن غير ان انت تأثر. بس في افلام كتيره جدا اريد حلا لما افلام يعني مثلا يعني نغير قانون، ده نوع من الفن، مش لازم يبقى كل الفن ابدا، بس يمكن ده اللي بفكر فيه الفتره الجايه. نفسي لاني بحس قد ما الشعب ده ولا الجمهور ولا الناس ادتني حقي ان طلعتني مخرجه كويسه وحاسه بيهم وبحبهم. نفسي اعمل حاجه، نفسي اكون بقى في الترس ده اللي هو يلا بقى ندور البلد دي. طيب ازاي اللي في نفسك ده يتحقق؟ يعني هل السوق ما بيسمحش بالتحقيق دوت، ولا محتاجين مثلا؟ افتكر زمان ما توعديش انت الحاجات دي، يعني كان في حاجه اسمها مؤسسه السينما طبعا كان رئيسها فتره نجيب محفوظ وفتره صلاح ابو سيف، وعملوا افلام عظيمه جدا من اشهرها الموميا. هل احنا محتاجين لده؟ يعني محتاجين لدوله تتدخل في صناعه الفن، مش لتقديم سينما مباشره، لا، لتقديم فن راقي جدا في موضوع مهم. اكيد محتاجين ده. اكيد، ولكن بقى المشكله شويه ان ايه؟ التعالي ده اللي بيهرب برضه الناس. يعني ما اجيش اعمل له حاجه عشان عايزه اقول له نصيحه او عايزه اخليه يطور في المجتمع، واخليه بالمباشره او يا مباشره. لا ما قلناش كده بالظبط، يا اما حاجه ما يفهمهاش. خلي بالك، ما احنا حقات حتى انا منهم، ممكن تتعالى يعني تعمل فيلم عشان يبقى مش عارف ايه وعايز تقول الكلام كبير فبتتعالى عليه فهو مش هيفهمك برضه اصلا. ده مش مقبول بالظبط. فاحيانا المؤسسات بتعمل ده، فده شويه خطر. فانا رايي انه الاثنين مع بعض، يعني انا محتاجه حد منتج شاطر بتاع سوق ومؤسسه فيبقى فاهم في التوليفه دي. بمعنى لو انا دلوقتي اعتقد لما اروح لمنتج وعايز اعمل فيلم مش هيبقى فيه مشكله، خلاص عارف ان انا لا انا هفهم هجيب الجمهور. بس مع الجمهور ده انا هحط حاجه بقى
اللي تفيد بقى فاهم يعني. ابقى انا عايزه اوصل لده بس بشكل لطيف ومسلي ومبهج ويخليك تبقى عايز تدخل فيلم. سؤال مهم، هل احنا النهارده بعد الظروف اللي مرينا بيها دي وبعد الحياه الصعبه اللي بيعيشها المواطن المصري محتاج فن للبهجه لمجرد البهجه؟ وده فن عظيم جزء كبير طبعا، ومش سهل على فكره يعني، مش سهل انك تقدمي البهجه كده يعني. اسماعيل ياسين ونجيب الريحاني بنعتبر عادل امام اسطوره طب. انه قدر يعيش سنين تكون ربنا يديله الصحه يعني، نجم كبير وبيقدم حقيقة. البهجه، قادر على ان يقدم البهجه، قادر ان يقدم البهجه. ومره كنت في فرنسا لقيت سوال تاكسي تونسي ولا جزائري، ما اعرفش حاجه في مصر غير عادل امام، الهرم وعادل امام. فدي لوحدها قيمه، حتى سيبك من الافلام الاخيره اللي قدمها سياسيا او معلش، قيمه انه يضحكك، قيمه انه ضحكت مصر مثلا يعني، انه ده واحد اللي بيضحك شعب مصر، فدي لوحدها قيمه رهيبه. لانه شعب مصر انت تحبي تحبي مش الضحك يعني، تحبي تعملي حاجه طبعا لو مبهجة، لانك انت قدمتي ده في افلامك طبعا. طب امال انت ما بتشتغليش ليه يا صدر؟ ما بشتغلش ليه؟ عملت الاثنين التسجيلي دول وخدوني، ما اعرفش خدوني في حته انه اللي جاي عايزه افكر فيه اكتر من زمان، مع اني كنت بفكر اكتر. شغلك التسجيلي اكتر من الروائي؟ مش بس شبه اخر شتاء يا محمود، شبه اخر شتاء، شبه مشروع تخرجي. ده كان فيلم رائع يعني، شبه الحاجة اللي انت بتعملها ومش منتظر مش منتظر حاجة، بتعملها من قلبك وبتطلعها وتطلع مكسرة الدنيا يا فاهم. التانيين فيلم وبتحضر له وتعمل له وعارفين انه ده جماهيري وهنقول الكلمة دي علشان الجمهور هنا يضحك او الجمهور هنا يسقف. انما ده ما كانش قصدي حاجة غير اني حاسة عايز اعمل كده فنزلت اعمله. طب ده ممكن يقلك لانك انت مثلا تخرجي مسلسل مثلا، هل ده وارد في تفكيرك؟ مسلسل بس ابقى حاسة فيه كل حلقة، مش هعمل مسلسل عشان املى الحلقه، ومش هعرف اعمل 30 ساعه مش هعرف، ما اعتقدش يعني، نفسي قصير، فلازم الموضوع يبقى شددني ان انا اعمل 30 حلقه بالاحساس، ما اعتقدش، نفس طويل قوي يعني. برافو اللي بيعملوا ده، برافو عليهم جدا. الناس بيشتغلوا 6 اشهر ما بيخلصوش لحد رمضان يعني، وشغل مش كله ممتع بقى، ما انت لازم تحشي شويه حاجات عشان قنواتكم وعشان اعلانات عشان حاجات، فالمسلسل لازم يبقى ساعه يعني على ربع. انت قصدك احنا ناخد حشو مثلا؟ طبعا طبعا. احنا بناخد بيقدموه الفنانين. هتجيب 30 ساعه منين؟ هتجيب يعني بس بالعقل. يعني لما تيجي تقيس السنه دي مثلا، لو سالتك مثلا عن رمضان اللي فات، ربنا يعيده علينا وعليك بخير ان شاء الله، انه كان في اعمال كويسه طبعًا جدا طبعا. يعني مش عايز اقول، مش عايز اقف عند اعمال معينه، لا في تطور رهيب في الدراما، في اداء تطور ممتاز، في كتابه حلوه، في تصوير حلو، في يعني في بس في ليالي الحلميه وفي ابو العلا البشري فاهم يعني، في ده بس في مواضيع كانت تفضل تمسك لحد دلوقتي يعني، ابو العلا يفضل لحد دلوقتي يمسك، ليالي الحلميه، الشهد والدموع، في حاجات كده، في عشان كده بقول لك هو انواع. فده مسلسل رمضان، الشهد والدموع مثلا كان مسلسل، وده مسلسل انواع، فاحنا انا مبسوطه انه بقى فيه انواع كتيره جدا فاهم، ودي حاجه لوحدها عظيمه. فانا مسلسل ما اعرفش، على حسب الكتابه، على حسب يعني، لازم سنه ابتدي احضر من بكره لو عايز اعمل مسلسل. هو ايه اللي بينقص صناعه السينما النهارده يعني؟ الكتابه، السيناريو برضو الى الان نفس المشكله الازليه. تخيل انا عملتها مع صلاح ابو سيف سنه 80، فقال لي يا محمود احنا بنتكلم في الحكايه دي من سنه 50. هات لي نجيب محفوظ. ما زالت الكتابه. مش معقوله يا محمود، انتوا حرام عليكم يعني، حرام يعني، افترى قوي. الناس دي اللي كانت تنزل مكتبه تلاقي حاجه لنجيب محفوظ، فتكلم نجيب فيجي ويديله السيناريو. ايه ده؟ احسان عبد القدوس يعني، حرام عليكم. انت عايز ادب، عايز ادب، ده نوع من مش بس سيناريست، مش بس ادب، ده عملها حسن الامام يا سيدي يعني، رجل الاخراج بتاع الشعب. فكان مش معقوله، مش معقوله ان انا عندي نجيب محفوظ واحسان عبد القدوس و ايه ده، ايه الكتاب اللي اقعد انقي منهم، مش عارفه انقي من مين فاهم. دلوقتي عشان الاقي ادب، ولو ما لقيتش ادب مش لاقيه السيناريست اللي اقعد معاه يبقى عنده العمق ده والقرايه دي. للاسف للاسف للاسف، وانا في وسطهم وفي وسط الجيل ده، مش بقول لعيني يعني. انا شايف ان في مجموعه من الشباب، مش هقول اسماء برضه عشان ما انساش حد، يعني متقطعه كده يعني، فيها حاجه، فيها حاجه يعني متقطعه، بس احنا اتظلمنا يعني، انا وهم، عشان ما حرام ما اقولكش اصل ما فيش كتابه، ما هو انت هتجيب من فين ومن مين يعني. وحتى الجيل اللي طالع جديد ده ما شافش حاجات كتير، فلازم يغذي نفسه. انا رايي ده، وانا كمان نغذي نفسنا بالحاجات القديمه، لانه ما بقاش عندنا وقت باحداث كتيره. انت بتجيلك سيناريوهات؟ طبعا بتجيلي طبعا. وما فيش حاجه بتعجبك؟ لا
لا للاسف ولا حاجه مثلا تتصلحي تعمل منها حاجه. عملت ده كتير بقى يعني او فهمت ده كان كتير يعني تجيب الحاجه وتقعد تعمل فيها بقى. نفسي فعلا في ادب، نفسي في حاجه كده ماسكه نفسها عشان انا بدل ما افكر اعمل ده في السنه عايزه افكر في ان انا ابدع حتى لو كلمه تقيله، ان انا هفكر في الشوط ده ازاي، في اداء الممثل ده هيبقى ازاي. بس خلاص بقى يعني ما نفسيش بقى اعمل كده فاهم. يمكن ده يرجعني لفكره انه مثلا زمان ربنا يديها الصحة صديقتنا العزيزة أمنا مديحة يسري، ربنا يديها الصحة يا رب، ياد بتنتج وماجدة بتنتج وصلاح ذو الفقار بينتج وفريد شوقي بينتج ونور الشريف بينتج والمليجي بينتج، وده كلهم كل الفنانين كانوا يكسبوا من الأفلام ويروحوا حاطين فلوس تخيل في إنتاجهم. النهاردة ده ما بيحصلش وأنا عارف من حضرتك ليه، بس بعد الفصل أشكرك. هذا البرنامج برعاية حد نزل المظلات؟ المصيف مش برشطة، عايز تصيف صيف في باب البحر، شاليه 190 ألف جنيه أو قسط شهري 1900 جنيه، يعني بتمن إيجار يومين في الساحل، باب البحر مصيف بجد ولا الحوجة لحد. أنا ياسمين صادق والأطفال هم حياتي، علشان كده عندي حضانة ليتل إنجلز للأطفال، بختار لهم دايماً إيفي بيبي، علشان اللي بتحب النوم زي ليلى، محتاجة لراحة تامة وجفاف مضمون طول الوقت، أما سولي بلعبه وحركاته طول اليوم، محتاج للحفاضة اللي تريحه، ودي بقى تيا. بشرتها حساسة ومفيش غير كريم الألوفيرا المرطب اللي هيعتني بيها. أسرع امتصاص في مصر، مرونة في الحركة مع كريم الألوفيرا المرطب، يعني نظام العناية المتكامل لطفلك. أنا جربت حفاضات كتير واختياري دايما كان لإيفي بيبي. حفاضة إيفي بيبي، عناية متكاملة لراحة بالك. سيف من صغره كل ما يمسك ورقة يطبقها ويعمل بيها أشكال، مرة مربع مرة مثلث، لحد ما عرف يعمل عصفورة بالورق ومال الشقة كلها عصافير. ولما قالوا له ما تغير بقى عمل قرد، فعجبته فكرة التغيير وعمل أشكال كتير لحد ما بقى بيعمل أي حاجة بالورق، وده اللي شجعه يدخل هندسة. كان بيساعد الدفعات الأكبر منه في مشاريع تخرجهم لحد ما اتخرج بامتياز بعد ما عمل مشروع تخرج خد عليه جوائز جوه وبره مصر. سمير وعلي ورا كل قصة نجاح، جيل ورا جيل. مش عارفة تخرجي؟ عشان جيرانك معيشينك في فيلم أكشن؟ ما تعيشي وتستثمري في لافيدا هليوبلس الجديدة، كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية وجراج لكل شقة، واشتري دماغك. لافيدا هليوبلس الجديدة وتتجدد الحياة، 10 دقائق من التجمع الخامس، اتصل ب16855، إحدى مشروعات مطاوع جروب. سيريلاك الجديد دلوقتي بالزبادي، 3 فوائد في كل معلقة. الزبادي كالسيوم أكثر لعظام أقوى، البروبيوتكس لتعزيز المناعة الطبيعية، والقمح للغذاء المتكامل. اضمني نمو وصحة طفلك مع سيريلاك الجديد بالزبادي. سيريلاك، تغذية كاملة لمعدته الصغيرة. البقع الناشفة صعب يشيلها مسحوقي، جربي بيرسيل باور جيل بتركيبته الجديدة الأتقل، بيخترق القماش وبيشيل البقع أحسن من المسحوق. أنا غيرت خلاص وإنتي؟ جل الغسيل يعني بيرسيل، مع بيرسيل جل إنتي كسبانة كسبانة، هدية على كل الأحجام. بشرتك بتغمق من الجو، الشمس والتراب. جارني لايت غسول الوجه الجديد الغني بخلاصة الليمون الطبيعي، ينظف بعمق ويفتح لون بشرتك. استعيدي إشراقة بشرتك مع غسول الوجه جارني لايت، اعتني بنفسك. جارني أنا رايح أنط ستارت، لا إله إلا الله. يا رجع شريحته القديمة وجاله 200 جنيه رصيد يعمل بيه اللي هو عايزه، وكمان اللي هيستخدمه النهاردة هيجيله بكرة ضعفه ببلاش. يا ترى ثوابك قد إيه عند ربنا لو وقفت قدامه يوم القيامة وقلت له أنا غطيت كل مخارج الزكاة اللي أمرتني بيها، وربنا قال إن الزكاة ممكن تخرج في 8 جهات، والثمان جهات دي
كلها محتاجة تبرعاتكم. لو كلنا ركزنا في واحدة أو اتنين، مين هيغطي بقية الجهاد؟ يا ترى لما تقابل ربنا تحب تقوله إيه؟ أنا جبت 2 من 8 ولا 5 من 8 ولا 8 من 8؟ يلا كمل الـ8 جهات اللي ربنا قال عليهم مع مشروع الصدقة والزكاة المتكامل من جمعية القربان، عشان تقوله يا رب أنا غطيت الـ8 جهات، أنا جبت 8 من 8. اكفوا القرية فقيرة في الصعيد مع مشروع الصدقة والزكاة المتكامل من جمعية القربان، اللي بيضمن لك ان صدقاتك وزكاتك تخرج للـ8 جهات كلهم. اتصل بـ19455 يصلك مندوبنا لحد باب البيت. ايه ده؟ هو انت لسه ما غيرتيش لبرسيل باور جيل؟ ده بيديكي افضل نظافة وكمان من غير اي رواسب. برسيل جيل، عصر جديد للغسيل اليدوي. مع نظام الفاتورة الجديد ماي لايف من اتصالات، هتاخد لحد 1000 جنيه خصم على اجدد التليفونات كل سنة. لمزيد من المعلومات ادخل على اتصالات.eg. اتصالات، كل يوم جديد. ما هو التخميس مالك كيس؟ نعم؟ لا لا ما تشغلش بالك ساعات. المصيف مش تخميس، عايز تصيف صيف في باب البحر. شاليه 190 ألف جنيه أو قسط شهري 1900 جنيه. باب البحر، مصيف بجد ولا الحوجة لحد. في آخر النهار مع محمود سعد، وحلقة متجددة مع الدكتورة منال عمر غدا في 8 مساء على تلفزيون النهار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، يسعدني ان تكون معي. يعني بنكمل الحوار مع صندورة. كنت بكلمك على المخرجين الفنانين المنتجين ودور الفنانين النهارده في يعني الظروف الصعبه اللي بتمر بيها مصر دي. هل احنا محتاجين ان الفنانين يتقدموا بقى؟ ده ينتج مسلسل، ده ينتج فيلم، ده ينتج فيلم تسجيلي زي ما انت عملتي. انا فهمت ان افلامك التسجيليه ما كانش ليها منتجين خالص. يعني انت نزلتي عملتيها، وعلى فكره انت اثبتتي بشغلك ده انه ممكن الفنان يعمل حاجه 5 دقايق كده. طبعا طبعا، واللي معايا بقى شاركوني، ما حدش خد فلوس. يعني اللي معايا كان نفس الحاجه يعني فنفس الروح دي محتاجينها. يعني انا مع الفنان ينتج، هيقول لك بس اكسب ايه؟ يعني انا مع، ماشي هو لازم يكسب، بس كمان يعمل حاجه كده في حته، مش لازم يكسب. يعني ممكن ياخد فلوسه بالظبط يعني في حاجه تانية، يعني يصرف عليه مليون تجي مليون كويس، يعني يكسب من حاجه بس حاجه تانية يعملها، انه زي ما هو حد مثلا تبناه وطلع وكان هو ما حدش مؤمن بيه فحد امن بيه مثلا، لو هو مر بحاجه كده لازم يعمل ده. يعني مثلا انا يحيى الفخراني قال مين بنت صغيره، طب يلا عملت فيلم. صحيح. انا لازم اجيب مبروك بلبل طبعا بالزبط. كان اول فيلم لساندرا نشأت، اول فيلم روائي طويل يعني، كان مع الاستاذ الفنان الكبير يحيى الفخراني طبعا. يعني دي مثلا عمره لو كان يقول لك اه لا لازم واحد كبير ومخرج كبير، عمري ما كنت طلعت، او كان حظي جه كده فعملت كده. فلازم انا كمان اؤمن بمنتج، بمونتير جديد، بمصور جديد، باديله الفرصه دي. احنا بقينا شويه يعني دلوقتي على فكره احسن كتير، بس كان في فتره يا محمود لا هي فعلا الشله دي، وانا حسيتها. انا ما كنتش اقول لا شلاليت ايه ده هو لو موهوب، لا بس انا غصب عني بقى هو ده المونتير اللي بشتغل معاه، هو ده المصور اللي بشتغل معاه. طب والتانيين هيطلعوا ازاي؟ ولازم يطلعوا مع ناس موثوق فيها وجربت علشان ياخدوا الفرصه دي، لانه محدش غيرهم في سنهم هيطلعهم. فهي الفكره لازم يبقى كده. فانا مع ممثل بيكسب من حاجه، او فنان، او منتج، او مخرج، او لو حاجه شايف انه يقدر يعملها، مش لازم تجيب له فلوس، مش كل حاجه لازم تجيب له فلوس. هي دي هل بقت، هل ده بقى دور يعني جزء من دوره؟ انا مش بقول لازم يبقى كل دوره، مهم اليومين دول يعني بشكل، يعني في الفتره اللي احنا فيها دي طبعا حاجه مهمه ان يتقدم الفنانين لانقاذ الصناعه شويه. طبعا. طب قولي لي بقى على دور الدوله. الدوله خليها في اللي هي فيه دلوقتي، يعني حاجه معلش بس الفن ده حاجه مهمه. بس يعني مثلا وزاره الثقافه افلام كتيره جدا ساهمت فيها الدوله، بس برضو بقول لك فيها شويه شبه مش التعالي، بس شبه اللي هو بعمل فيلم اه بقى هو ده اللي هصرف عليه، بس هو ما بينجحش خالص، ما بيجيبلهمش حتى فلوس. فهي نفس الدوله، انا مع انها تعمل حاجه كده بس تكسب منها كمان. يعني فهم يعني لازم تفكر في انه لا ده يبقى فيلم جماهيري كمان، مش لازم فيلم دولي ما حدش هيفهمه. يبقى حاجه. طيب انا هسالك بقى على اللي حصل لفيلم حلاوه روح ورايك فيه. انا ما شفتوش طبعا، ما شفتوش خالص ولا انا شفته. بس بس فكره المنع، لا يعني مش معاها خالص، مش معاها. وشايفه انه امال ازاي نقاوم؟ يعني هم راوا ان الفيلم فيه حاجات وحشه وبتاع. مش انا يعني بعد اذن اي حد، بس ده مش
مش شغلته يعني. معلش هو يعني يهتم بحاجات تانية، دي مش ده الفيلم، دي رقابة. في ناس الرقيب بقى يشيله الرقيب لو هو مش عاجبه يعني. ولكن لو انا حطيت زي مش فاهم انا في المحطة ليها مدير، لو كل شويه هو رئيس مجلس اللي مش عارفه ايه ولا صاحب المحطه كل شويه يتدخل، طب هو جاب المدير ليه؟ فبالتالي في فيلم مش يعني مش فاهمه انا، ليه رقابه وليه فنانين وليه ناس مسؤوله، وخلي يا سيدي الجمهور لوحده يلفظه لو هو الفيلم وحش. بقول لك انا ما شفتوش وممكن انا مش نوعيتي مثلا حتى، بس ده طب ما انت تيجي في حلاوه روح بعدين تيجي فيلم تاني ابقى بتكلم فيه في السياسه وفيلم تاني اتكلم فيه في دين، او فانت ايه بقى الحته دي؟ بقولك انا ما شفتوش، بس كمان انا ما اعتقدش انه كان في حاجه يعني لهذه الدرجه، ولو في مش وظيفتك مش المانع. انا اسفه بس يعني ما يصحش، انت اكبر من كده، انت في حته تانية، في حاجه مسؤوليات اكبر من كده بكتير بكتير جدا. مش معقول يعني، ممكن ترفع السماعه على حد مهتم بالامر وتقول له مثلا، بس خلي القرار ده بتاع حد تاني مش قرارك انت، انت حاجه اكبر من كده. والمنع ما بيبنيش يعني، المنع ما كانش هيبقى فيه الكرنك، ما كانش هيبقى فيه المذنبون، ودول نجيب محفوظ، ولا ثرثرة فوق النيل، ودول ثلاثة نجيب محفوظ. فبالتالي لو انت شايف دلوقتي كان مشهد الكرنك بتاع سعاد حسني او المذنبون ما ممكن هتمنعه بقى. فقصدي حتى ده لو قيمته مختلفة او اكبر، بالتالي يبقى انت مش بقيمة، انت مالكش تحدد ان قيمة الفيلم ده ايه. فلو انت بتتكلم على مشاهد مش وظيفتك انت المشاهد دي، سيب بتاع الرقابة يعمل كده. طب انت حاطط بتاع رقابه ده صوره. سنرد بتميلي لمدرسه، يعني احنا عندنا مدارس سينمائيه كتيره. يعني عندنا مدرسه استاذنا الله يرحمه صلاح ابو سيف، عندنا بركات، عندنا حسن امام، عندنا بعد كده جيل تاني علي بدرخان ومحمد خان وخيري بشاره وعاطف الله يرحمه وداود وشريف عرفه طبعا وعلي عبد الخالق، يعني في اسماء كثيره عشان ما انساش حد. ايه المدرسه اللي انت بتحسي انك انت تحبيها اكتر؟ انا كل دول كلهم يعني، كل دول اللي حببوني في السينما يعني، كل دول انا شفت لهم افلامهم وكنت حابه اعمل سينما عشان الناس دي، ما كانش في واحد معين. بس اكيد في ناس قدرت تمسك الجمهور كويس، يعني قدرت تمسك ان تخاطب العقل المصري بشكل حقيقي اللي هو اللي انت بتقوليه ده. معاك، بس كلهم انواع مختلفه، عظماء يعني. صلاح ابو سيف الواقعيه، فطين عبد الوهاب كوميدي، عاطف الطيب الواقعيه اللي مش الواقعيه المختلفه عن صلاح ابو سيف كمان يعني، اقرب قوي مش بالرموز لكن اقرب للواقع القوي. فكلها انواع، ما اقدرش اقول فطين عبد الوهاب بافلامه الكوميديه طبعا فطين كان جميل رائع. فمش ممكن حاجه واحده. فانا دايما ببقى وكمال الشيخ بالافلام السسبنس يعني. انا حتى ما ملاكي اسكندريه يقول يا ما فيش فيلم مصري كان كده وملاكي اسكندريه، لا في كان كمال الشيخ على فكره، بس احنا نسيناه. ده هو استاذ هيتشكوك مصر يعني. فبالعكس انا بحس ان انا طماعه قوي، انا عايزه كل دول، ولو اعرف اعمل كل الحاجات دي فيلم واحد اعملهم. بحب الافلام الهندي، الفيلم الهندي ده مثال لانك تعيط وتضحك وترقص وتطلع فرحان ويبقى عندك طاقه وفي مشاعر. فيلم الهندي مش عيب، سيبك ان هو ممكن شويه تشوفه والناس يقول لك، بس افلام الهندي دي سينما سينما. هيدي السينما، فانا بحب يعني ممكن اعمل فيلم هندي او مجالات حلوه يعني. فعايز ابقى واقعيه، بس عايز اضحكك وعايز اخليك تتسلى فيبقى في سسبنس، وعايز ابقى بس واقعيه. بس انت ما عملتيش، انا ما افتكرش انك عملتي اغاني فيديو كليب. بس ما عملتيش افلام فيها اغاني، متهيألي كده. بعمل اغاني بس بشكل مختلف يعني. مش ليبسنج يعني، مش حد بيغني. مش هندي يعني. لا لا مش هندي. بقولها مجازا، بس الفيلم الهندي حاجه بسوات يا عيب. التعالي ده وحش، فيلم الهندي ده بيكسر الدنيا. اميتاب باتشان ده وحش. اميتاب باتشان ده بيعمل كوميدي وبيعمل لي اشعر ويجيبوه بالهليكوبتر يروح من هنا لهنا يعني. ففي ناس كده ما ينفعش انا اتعالى عليها واحطها في حته كده انها ضحله، لا ابدا. ده فيلم هندي، فيلم فيه كل المشاعر. هل ممكن يعني نتوقع ان ماجد مثلا يعمل فيلم يعمل سيبك من ماجد في الحته دي بقى، ينتج لك سينما؟ مش لا لا. مش مش, لا لا. مش مش ناوي يخش في القائمه؟ لا لا الحمد لله مش يعني منتجين موجودين. مش ناوي يخش في طب هو ليه افكار، هو بيحب يعمل حاجات مختلفه ويعملها. بس طب انت ليه ما بتسليش كده في انك تقدم لنا اغنيه مثلا لانغام، لمنير، لعلي، لهاني شاكر؟ طبعا لو حاجه هحبها اعملها. يعني طبعا مفيش حاجه في الفن عيب او مش عيب او لا مش ده مش شغلتي. لا معلش انا عايز اعرف ليه ده ما بيحصلش يعني، احنا محتاجين دوت. احنا انا عملت شويه اغاني، عملتي اغاني، عملتي
لمحمد فؤاد وخالد عجاج محمد فؤاد كانت بموت فيها، محمد فؤاد كانت جميله جدا جدا. فاكرك يا نسيم؟ كانت حلوه. وخالد كمان كانت حلوه، وخالد اصعب حب الكوافير اللي بيحب جميل. لا جدا جدا. بص لا منير اتكلمنا كذا مره على فكره انه نعمل حاجه، ولو في اغنيه يعني احملها بشكل حتى اكيد هتمنى تبقى مختلفه، او لو اغنيه حلوه اعملها ليه لا يعني. يعني بس يعني 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 ما فيش حاجه اتعرضت عليكي ولا حاجات بتتأجل بتتأجل وتلاقي المشروع ما اتعملش، عارف الحاجات شبه السينما كلامها كتير والفن كلامه كتير. طيب خليني بقى انقل معاكي شويه كده عن الحياه اللي احنا عايشينها دي. يعني انت حصل لك ايه يعني مع ثوره 25 يناير وثوره 30 يونيو؟ وشايفه انه ده برؤيه فنانه مش برؤيه مواطن عادي زي حالتي، انه اللي حصل ايه اللي حصل للشعب المصري؟ يعني حصل له حاجه حلوه جدا، وبعدين زي ما يكون حصل له نكبه او احباط، وبعدين حصل له حاجه حلوه جدا يعني وبعدين يعني شفتيها ازاي؟ يعني رؤيتك للاحداث دي كلها؟ انا زي حالاتك كده غلبانه برضو، وحاسه ان انا لا بس تبعه. الفنان بيبقى ليه رؤيه خاصه يعني، الفنان بيبقى عينه غيرنا خالص. بصراحه في الحته دي بالذات لا ماليش رؤيه خالص، حاسه ان انا عشان كده عملت الفيلمين دول، لو كان ليا رؤيه كنت عملت فيها فيلم، كنت عملت موضوع عنها. بس ما كانش ليا رؤيه خالص بصراحه. طب كان ليك احساس؟ واقول لك كان احساسي ان مع الناس دي، شبه الناس دي بالظبط، شبه اللي حاصل لهم هو اللي حاصل لي. ما كنتش قادره ان انا اطلع في هليكوبتر وابص عليهم من فوق واعمل فيلم فهمت عنهم، لاني حسيت ان انا مش فاهمه زيهم، شبه ما انا شبههم بالظبط. لكن لو كنت عملت كده يبقى ليا رؤيه، يبقى اصلي واحلل الموقف وكده. واظن التحليل بقى كتير قوي، والناس بتيجي تتحلل عندك كتير جدا. مش عندنا لوحدي. فبيحللوا كتير، فهم اصحاب السياسه والافكار دي بيعرفوا يحللوا. انا ما كنتش عارفه احلل، فكنت عايشه معاهم، عشان كده ما اشتغلتش ساعتها، وعملت ده الطاقه اللي كانت عندي ان انا اعمل يا ترى الناس بتفكر في ايه. عشان كده خليك فاكر كان مصر جميله طلعت من الناس انه نفسها البلد تبقى احسن. بحلم، انتوا بتحلموا بايه بعد اللي حصل؟ فتلاقي هو ده الكئيب بقى، انه حلمهم هو هو، وكان مفيش قوي حاجه. انا عايز اقول لك انه في ال 18 يوم الاولانيين حصل تضامن وتوافق وتالف، اظنك حسيتيه. وبعدين جم الاخوان وحصل اللي حصل بالظبط. واقول لك حاجه، مش انت شبه اتلخبطتك انت فجاه؟ اللهم احنا هم متوافق كويسين، مش عيب يعني. انا مش مع دايما، عارف شويه الجمهور برضو غصب عنه لما يشوفك بتقول حاجه تغير. الله مش انت اللي قلت؟ الله طب يا عم ما انت قلت زيه، ما انت غيرت زيه وقلت زيه. معلش، ما هي طبعا الاراء السياسيه. لا بزعل شويه ان هم خلوا الناس، احنا شبهكم، احنا شبه الناس، ممكن اقول رايي واختلف فيه، ممكن تبقى كارثه اني ماشي، بس انا اسفه يعني مثلا. فساعتها ممكن كلنا حصلت لنا نفس البهجه انه في حاجه بتحصل، بعدين فجاه الله 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 مين دول؟ طب ما فاهم. فنفس الحاجه حصلت، وبعدين كانه في فتره لا يا ريت نرجع زي الاول، وكلنا مرينا بيها. وانا طبعا يا خبر يا ريت زي الاول، زي الاول خالص، احنا زي الفل. لا مش عايزه اخاف. يعني كان احساس اناني جدا، يقول لك لما بقى الواحد يجيب عياله ويشوف عياله بعد 20 30 سنه، مش عايزه، انا عايزه دلوقتي اعيش في سلام. فطبيعي انه ناس كمان ابسط تبقى عايزه الامان دلوقتي، لا بقى تقعد تحلل لها وتفكر لها اصل بقى. ولما طيب كويس نيجي نقول انه في 18 يوم الاولانيين خرج اجمل ما في المواطن المصري، بعد كده خرج حاجات سيئه جدا. ايه بقى تحليلك للحكايه دي؟ احباط، يعني جزء احباط. المصري اتغير خالص بقى، حد بقى عصبي بقى، يعني زي ما انت بتقولي بقى، يعني مش قابل الكلمه ومستعد انه يقول على غيره 100 كلمه يعني. صحيح. يعني في حده في التعامل، في حده، ولكن في حاجه حلوه ان شويه نظفت الناس، اظهرت الناس، اظهرت بواطن الناس والنفوس. انا رايي كده، رايي اللي غير مبادئه قوي وابتدى يقول حاجه مش عشان يرضي نفسه. انا ممكن اكون خلي بالك اقول اراء مختلف عشان انا قناعتي كده، بس مش بقول راي مختلف علشان اكسب حاجه معينه. يعني اللي باعوا ناس كانوا اصحابهم، فاهم اللحظه؟ اللي اصلا بقى يغير رايه علشان عايز يرضي فئه معينه، هو ده اللي انا بزعل منه. لكن لو انا كان رايي كده فعليا وغيرته وانا حر زي المواطن المصري. دي شويه فشويه اظهرت الناس واظهرت نفوسها، فدي الميزه اللي حصلت شويه. والميزه فعلا ان هي ساعه الخطر هتلاقي الناس دي تاني، لقيتهم يوم 30 نزلوا تاني كلهم طبعا بشكل يعني باشعر لما افتكر اليوم. الله احنا افتكرنا انهم احبطوا، وبننسى انجازاتنا، ده احنا شعب ضايع. انت بتنسى الانجازات اللي بتعملها،
فيقوم قاعد كده ويحبط، بس اول ما يبتدي يتحرك راح يتحرك ونزل. يعني انا فاكره كان كلنا بالتليفون كله بيلبس وبينزل كانه الحدث هيتغير عشانه. فدي الميزه في احباط، في احباط حصل له فبقى عدواني بقى عايز حقه دلوقتي. وبقى في شويه الفئات طبعا الضايعه البلطجيه البتاع اللي هو شايف انه الله هيصه فمكمل صحيح الهيصه صحيح فعاوز يكمل الهيصه. بس مثلا الحدث اللي حصل للباعه المتجولين، الله دول رائعين، هم مشوا مش بس بالاجبار، هو محلب او كلمهم وقال لهم فابتدوا طب ماشي هنمشي بس توعدنا الله، يعني في وسيله برضو. يعني هو زي ما منع حلاوه روح بس بيعمل حاجه حلوه. رائع ان هو يكلم الباعه المتجولين فيسمعوا كلامه. فالحدث نفسه ده سينمائي، ان هو قال لهم كده فزعيم الباعه المتجولين قال لهم ماشي بس هتوعدنا في كام شهر هتودينا حته الله. طب ما فهموا وكلموا. طب بمناسبه الحدث السينمائي، ايه من الاحداث اللي مرينا بيها في الاربع سنين دي تحبي تعمليه في السينما؟ يعني مشهد عجبك قوي. طبعا احنا دخلنا في قصص محاكمات رؤساء وناس في ورا القفص وحكايات وقصص وبتاع، ايه المشهد السينمائي اللي تحبي تصوريه في فيلم؟ هيفضل جوايا المشهد السينمائي التقليدي شبه حسن الامام اللي هو المسيحي والمسلم في كل مكان، تلاقي واحمد رجب ربنا يشفيه ان شاء الله. انت على فكره صديقه يعني اللي كاتبنا الكبير احمد رجب، انا عارف ان هو من مش بس صديقه ده مثلي الاعلى وده يعني. ده اللي حببني في السينما وفي المجال، وكنت بعمل حاجته على مسرح المدرسه وعرفت ان انا جوايا حاجه من احمد رجب وهو ما كانش يعرف، الى ان بقينا اصدقاء يعني بعد ما بقيت في المجال شويه. فهو ملهمي من غير ما يعرف، هو مصطفى حسين بالحاجات اللي كانوا بيكتبوها بالساركازم بالسخرية دي اللي كان بيلخص سياسة بتحصل في نكتة أو في نص كلمة أو في كتاب، فاهم؟ لا وشوفي القدر الاثنين يحيوا ويناموا في عناية مركزة واحدة في مستشفى واحدة. أنت قلتي لي حاجة دلوقتي غريبة إن هم ما كانوش يعرفوا، ما كان هو في العناية وهو في يعني تواجده في مكان واحد في نفس اللحظة، ومع ذلك كان مصطفى حسين الله يرحمه ما يعرفش إن أحمد رجب ما كان في غيبوبة، ما كانوش يعرفوا. أحمد رجب مش من حق اتكلم، بس بحس انه عارف كل حاجه بس كانه مش عارف. هو حاليا في غيبوبه؟ لا 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 هو عمل مفصل وكده بس هو في العناية في المستشفى في المستشفى لا بس ان شاء الله هيبقى تمام يعني. طيب بس إن شاء الله. احمد رجب عارف كل حاجه بس ممكن يبقى هيعمل مش عارف عشان ما يتضايقش. مصطفى حسين ده حاجه يعني كده ما انت بتعملي دايما حاجه غريبه جدا انك انت بليكي اصدقاء اكبر منك في السن. مشكلة يعني دي يعني مع التقدير ليهم بس اكبر منك في السن، هل دي بتبقى حاجه يعني لا مش مقصودش طبعا مش ان هم لهم قامه كبيره في المجتمع المصري وفي حياتنا الثقافيه يعني. عارف لما ناس احيانا بلاقي جيل جديد كده طالع مثلا يقول لك بص ده فلان ده عنده 70 سنه وهيقعد مسكين ومش عارفه يعمل ايه، في هيفهم ايه في الكمبيوتر ولا يفهم ايه في المحاماه ال 70 سنه. فبقولت البنت دي انا بقعد مع احمد رجب نص ساعه ب 500 واحد ممكن اقابله و500 كتاب ممكن اقراه، فدي انا اللي كسبانه، انا بصاحبهم لان انا بقى طمعانه، انا بشوف هم مروا بايه وشافوا ايه وفاهم واتكلموا في ايه، يا خبر ابيض. فانا لئيمه جدا اني اكيد عملت كده مع احمد رجب. يعني هو فاكر هو اللي مستفيد بقى حد صغير، لا انا اللي استفدت، هو حاجه مش بس لا احنا بس بنقول انه يعني السلطه التنفيذيه كنت اسيد عشان كده جبت سيرته بتقول لي ايه اللي ممكن تعمليه مشهد سينمائي. فدي لسه بقطع ورق كده وشفت جورنال سايباه ماما بتحوش وتقص نكت احمد رجب لحد دلوقتي ومصطفى حسين. فالمهم فكبيره كده اهو واحده لابسه جينز ومعرفش ايه وكده ومحطوط عليها يعني لبسينها صليب مصطفى حسين راسمها كده وبتصب ميه الواحد رايح يصلي. الله. فمصطفى حسين راسمها فكره احمد رجب. فده مشهد فبقول لك هبقى تقليديه وهيظل هذا المشهد لانه دي الحقيقه، واحنا مش بنعمل كليشيهات وافلام يقول لك مسيحي ومسلم لانه يمكن بنقعد نقول كده كتير عشان كفايه ينخوروا في الحته دي، مش هينخوروا فيها، مش هينجحوا ينخوروا فيها. لا هم مش هينجحوا بس هيفضلوا ينخوروا ومش بس هينجحوا. اعملوا اللي عايزينه ومش هتنجحوا. لان البابا توادرس الحقيقه قال كلام مهم جدا الفتره الاخيره. البابا توادرس مهم الكنيسه، المهم البلد. ايه ده يعني كلام إيه رائع الحقيقه ده للمسلم رائع. والمسيحي يا ده انت احنا ما كناش نعرف ما جه بدل بابا شو ما حدش يعرف. لا ممتاز لكن لما تبقى دي يعني تفكيره خلاص. لا تفكيره ممتاز خلاص يعني بالظبط يعني.
طبعا بابا شنودة كان يعني كان حاجة جميلة جدا جدا الله يرحمه، بس البابا تودروس يعني وضعه يعني انه انفعاله يقول لك قرابين لمصر يا خبر ابيض يعني خلاص. كلام حلو. ده مش مسيحي، ده مصر محتاجة ايه يا سندرا الفترة اللي جاية؟ محتاجة مصريين ومحتاجة الجيل الجديد تعرف هي عايزة تعمل ايه، تشوف عايزة تعمل ايه. محتاجة نثق ان احنا لما بنبقى مع بعض نقدر نعمل حاجة بجد. احنا بلد الفراعنة، وبرضو مش كليشيه دي الحقيقة، احنا بلد الناس اللي عملوا 3 أهرامات الى الان معجزة محدش فاهم دي ايه، وبيجوا ناس من العالم كلها تيجي تشوفها. فاحنا دول، افتكروا كده وشوفوا، احنا دول، احنا بس مش حاسين لان احنا جنبها بنشوفها كل يوم. بنشوف الهرم، لا ده الهرم ده اصل الحضارة واصل الحياة كلها احنا. صحيح. اتمنى ان احنا نشوف لك فيلم قريبا، مسلسل قريبا، غنوة قريبا، نشوف لك اي عمل، لانك انت اي حاجة قريبا. الحقيقة في حاجة في ساندرا جميلة جدا، انه يعني هذا الجمال وهذه الرقة بتبان في اعمالها، دايما تلاقي اعمالها مبهجة رغم انها ممكن يبقى اخر شتاء فيلم يعني فيه كآبة جامدة جدا جدا، لكن هنحاول ان شاء الله في مرة يكون في وقت في التلفزيون نزيع هذا فيلم جميل. ساندرا انا بشكرك، ميرسي يا محمود جدا، وبلغ تحياتي لزوجك العزيز ولوالدتك العزيزة صاحبتي الدكتورة وان شاء الله نشوف لك اعمال قريبة ان شاء الله. بشكرك يا ساندرا، ميرسي يا محمود، شكرا، اصبح على خير.